نمتوا على الضيم زمانا وذاقوني لهيبا وهوانا فأنا اليوم سأمضي صارخا لم أعد يا أيها البغي جبانا لم يعد بلدي وهاء لم يعد أهلي عبيد لم يعد قلبي بواه إنما اليوم حديث لم يعد بلدي رهاء لم يعد أهلي عبيد لم يعد قلبي بواه إنما اليوم حديث وسأبني موطنا وسأبني من جديد صايحا يا أيها حذر جدا في التعامل وما تقولش ان انت صحفي. احنا دلوقتي بنمشي من غير فعل الحزم الخايف كما فعل في حزب المسيح الجو والله لا يجدنا هذا الا تثبيته وهذا هي خطه المسيح لكن في فرق قبائل ذوق ومأرب كي تكون ضد المسيح ولكن نتحدى المعتصمون في مأرب والجو انهم مع عشقك وانهم مع الحريه ومع العيشه بكرام بدون ذل وبدون قهر وبدون قهر لذلك نقول للحزب الحاكم لن ترهبنا ولن تخيفنا ان نتزحزح من مكاننا هذا حتى ترحل او ترحل بما ثم بعد ذلك يحق لك ان تعيش ان يجد الشعب ملك وتصير في العالم كله لذلك نقول لك ارحل قبل أن تكون رئيساً أو قبل أن تكون مخلوق نريد لك كرامة وأن تعيش رئيساً سابقاً لذلك كلنا نقول لك ارحل لا نريد شكراً الشعب يريد إبقاء طيباً ارحل ارحل قبل أن تكون مخلوقاً لذلك هذا الشعب اليمني بأكمله بكل المحافظات ليس لك معك إلا ساحة الحرية أو ميدان التحرير الذي استوليته علينا
لذلك لم تخرجن عطشتك الذين يعيشون في ميدان التحرير. بسم الله الرحمن الرحيم. من أعمال وضرب المتضالين السلمين هذا والله حتى لم يزيد إلا في الشعوب من الشعوب إلا حماسا وقوة من الشعوب حماسا وقوة لأن الشعوب إلا تحمس لأنهم سلمين ولأنهم أصحابها ولأنهم بإرادتهم القوية سيفوزون حتى ما يريدون أعمال البلطجة التي يقومون بها والله والله فلاش لقناة إسرائيل يا شباب. يا شباب في معنى فلاش لقناة سهيل فلاش تلفزيوني لقناة سهيل ورجل الهدوء سهيل بس لانس سجل بنت يا تكرم فيه Yeah!
ساحة الشرف وأن نقول